ماهر متابع لا لا متابع روحي ها زين قبل يوم هنا بايق الاسئله عندنا تسريب ترى الاسئله رفع بايق اكو من يعبرنا اسئله ما عليك احكي لي عن بصراحه لعبه السباحه واحده من الرياضات المهمه اللي الناس تطلع وتشاهدها او على المستوى البسيط كانسان يقول لك يا برد اتعلم سباحه شنو النصيحه اللي تقدم لها يعني انا بالنسبه لي شخصيا يعني طبعا هو اكو مدرب فوقايا واستاذ حيدر سعد لو ما لمس بك الموهبه ما رحت لهذا المجال انا بالنسبه لي قبل ما اصير سباحه اكو نقطه نظامر اوضحها تفضل انا كنت عندي حاله اكتئابيه كلش قويه كانت عندي زين من بعد الاصابه اللي صار بي مو قليل يعني ممكن هسه نطرحها بالمجال الاخر ف اللي صار بي مو قليل يعني كنت ما اطلع من البيت كلش قليل طلعاتي من البيت هذه ف الرياضة فتحت لي ضوء للدنيا من جديد يعني كأنه أنا انخلقت من جديد كنت أنا ما مارس الرياضة فدخلت في مجال الرياضة ودخلت بهذا المجال العالمي كلش حلو اللي غير حياتي اللي من اللي يتحدث به صديق درس مهم جدا هي طبعا إخوان يقول أنا طلعت من حالة نفسية بعد إصابتي وبتر ايدي بالقوات الامنيه مريت بحاله نفسيه صعبه بالضبط. والرياضه رجعتني بالضبط. للحياه بس حتى نشوف قيمه الرياضه ولما نحث الشباب والاخرين اهتموا بهذا القطاع قطاع الشباب والرياضه بالضبط. لان بي جوانب ايجابيه مهمه كلش. جدا والله اللي جاي يتحدث بيه دروس انه تفضل كمل فهي بوقتها يعني هو حتى من كنت تطلع العالم شلون طبع علي باستغراب وشلون كذا بعدين انه عرفت انه قناعه شخصيه انا الحمد لله اشكر الله ما لا اعتراض على حكمك قمت اشوف اللي يشوف فيه نقص هذا النقص بعقله مو يمي انا بالنسبه لي الكمال لله انا بالنسبه لي كامل وثاني شيء السباحه اضافت لي لمسه كلش جميله طبعا انا رياضي من قبل كنت العب السكيت الحذاء والتيارات يعني امارس بيه كلش قوي حتى بتكيد هم انا مارست الحذاء والتيارات وهسه تحولت للسباحه السباحه ماكو عضله بالجسم ما تتحرك صحيح يعني كل العضلات بدون استثناء العضلات كلها تتحرك ورياضه جدا مهمه رغم انه الاضواء قليله عليها اكيد رغم انه هي مظلومه اعلاميا تفضل النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول علموا ابنائكم عن الرماحه والرماحه على الرياضه هم حتى النبي على الرياضه هاي هم من ضمن الرياضه يعني يقول من جانب ديني او رياضي او فالسباحه فشيء مهم جدا يعني كلش انا بالنسبه لي احترم كل الالعاب بس انا اشوف الرياضه الاولى عندي انه السباحه هاي يعني عنصري حتى من خيره انا عنصري الى اخر درجه بالنسبه لي هناك جماعه يقول لك لا القوس والسهم انا مو واحنا نقول كره القدم اليوم البرنامج على كره القدم شلون خلص تعارك ويقتل هو اول انسان رياضي لازم يكون رياضي شامل طبعا اليوم احنا نلاحظ مع الاسف بالعراق بانه بتحث الشباب على الرياضه والدخول بهذا المجال اليوم تباعد تلاحظ الصين بلد بالمنتخب يعني بالكرة القدم ضعيف لكن بالالعاب الفرديه ياخذ بالاولمبيات الاول او الثاني فبسبب ما بسبب المنشئات والمنتديات والرياضه الموجوده بالمدرسه وموجوده بغير بوكان لذلك تزرع اضافه الاعلام الى دور مهم طبعاً. بالالعاب الفرديه تبرزها حتى الطفل تعرف الاطفال انه يباوع لفد لعبه معينه يتمنى يصير من هذا من يروح لغير بوكان يلقى منتدى مثلا بالمدرسه قوس وسهم مثلا يلقى بالنادي الشباب الموجود بالمنطقه قوس وسهم راح يتولع بي يكون فكره لاحظنا اكثر معسكرات التدريبيه اللي رحت بيها بماليزيا وبتايلند وبهولندا وباستراليا وبكندا تلاحظ الطلاب المدرسين اثناء ممارستنا باللعبه يجون الطلاب يوقفون كمعايشه يباعون علينا شلون يجي يجمعوهم المدرسات تعالوا شوفوا هاي البطوله شلون هذول ذوي احتياجات الخاصه وشلون دا يلعبون وشلون دا يسابقون وشلون يصير بيناتهم منافسه شلون واحد يعين الثاني تعرف انت من تكون طفل تكون براسه هيك فكره راح تنمو وياه راح يكون فكره عنده بانه هاي اللعبه شنو العاب فرديه انا مختاريت قوس وسهم ما اختارت اعتباطا اللعبه القوس وسهم اكو موجوده احنا تعرف باللجنه البارالمبيه موجوده العاب شامله مثل السله موجوده مثلا متعارف زوجية عنها. تقدر بيها مجال تمارس بيها بس اما العاب الفرديه تبرز بيها نفسك صح. احنا اليوم نضحينا بالقوات الامنيه وطينا ما اغلى ما نملك عندنا اللي هو عضو من جسدنا فمن دخلت القوس والسهم لعبه فرديه حتى تبرز وتبين نفسك بانه احنا حاول الارهاب يقتل الاراده بداخل لكن ارادتي كانت اقوى صح. فلذلك احنا من دخلنا بالقوس والسهم كانت اللعبه بعد ما موجوده بالعراق احنا احد المؤسسين الموجوده ب 2010 اسسنا الاتحاد
فعانينا ما عانينا بسبب المعدات. تعرف انت اليوم تروح ويا فرق 15 سنه يمارسون اللعبه، من انت مكون نواه صغيره عمرك سنه لو سنتين باللعبه، واول بطوله شاركنا بها يمكن ب 2011 اللي هي بماليزيا، كانت بطوله اسيويه بالمسافه ال 50 متر، حققت المركز الثاني. مدربي الفوزي كان ماليزي، فطلعت من المباراه ثاني شلون حزنان، تعرفوا البطوله وصارت عندي انتكاسه، قال بابا انتم باعتبار نواه يعني انتم تقاتلون ويا ناس عمرهم 15 سنه باللعبه، انتم ما صار لكم سنتين ومتقاوم هيك مقاومه، يعني المستقبل كله امامكم. فالحمد لله والشكر، يعني الرياضه احنا نتمنى بانه يصير هناك اهتمام لهاي الشباب بسبب ترك هاي المخدرات والقهاوي والنراقيل اللي بعثت ما بعثت بهاي الاجيال. تلاحظ اليوم اجيال من تحاكي تعال ايش تفكر بالمستقبل، ما عنده اي تفكير، يفكر بس بيوم ويوم ثاني، ما عنده اي هدف بالحياه بسبب عدم اهتمام الحكومه بهم، بسبب عدم فتح المنتديات، بعدم فتح حايرين يلعبون بالمناطق الشعبيه بكره القدم، وهاملين الالعاب الفرديه اللي هي ممكن تتعب لك على لاعب لو لاعبين يجيب لك انجاز عالم ويمثل بلد وتحصل ميداليات باولمبياد، احسن ما اذب كل قوتي على كره القدم وبالاخير النتائج كل النتائج غير مرضيه على مستوى منطقيه مو منه على مستوى عالمي. بس انا اتفق وياك بجانب كبير انه يعني اثبات الشيء لا ينفي ما عداه، يعني الاهتمام بكره القدم بهذا الحجم الاعلامي والمادي والدعم ما ينفي إهمالنا للرياضات الأخرى باعتبار هي أقل تكلفة وأسرع إنجاز. صح. إحنا ما نبقى عايشين على إنجاز أولمبي واحد للراحل عبد الواحد عزيز بالستينات، ولليوم ما عندنا أي إنجاز أولمبي. أستذكر تصريح لأحد نواب البرلمان لكورة يقول الأولمبية على مدار هذه السنوات عاجزة عن الحصول عن ميدالية تنك. صح. ماكو إنجاز، ماكو شيء يفرح بالرياضات الأخرى بالوقت اللي احنا عندنا مواهب وعندنا ابطال وعندنا بكل الرياضات بكل الالعاب، بس الدعم قليل. دعم قليل. لاحظ الجودو دوبات اشوف مثلا لاعبين بالمنطقه تلعب منتخب جودو يبقى راتب لك مثلا راتب 100,000 هذا 50,000 يعني هذا تكفي لاعب يصعد اولمبياد. شوف المدارس الكوريه، شوف المدارس الصينيه، انا يعني بمنتخب الكوري باحد المعسكرات التدريبيه فرق بينه وبينهم طاوله والله العظيم، حاط شده ما يقارب 10,000 دولار حاطها على الميز ويصرف على المنتخب، تباوع على بالك يصرف هيك تفاليس من اجل هدف. وتلاحظ اي بطوله قوس السهم بالكوريين تلقاهم مركز اول لان هم